المعجزة السماوية المتكررة في ذكرى ولادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الكعبة المشرفة عند الركن اليماني، حيث حدثنا الدكتور طارق الكاتب والمتخصص في الخرسانة أو الكونكريت عندما كنا طلابا في الجامعة، وكان عددنا يقارب 70، وقد كان ضمن وفد استشاري زار مكة المكرمة ودخل الكعبة المشرفة وشاهد أثرا واضحا وجليا لإنسان خرج من الركن اليماني حيث موقع الرأس وباقي الجسم، هذا من داخل الكعبة المشرفة. أما من الخارج فنجد ذلك الشق عند الركن اليماني الذي يتجدد كل سنة، وقد حار المختصون في علاج هذا الشق الذي هو صيحة من الكعبة المشرفة، والتي تنادي في ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وثلاثة أيام بقت في جوفي فاطمة بنت أسد كي تلد خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن ركني خرجت تحمل وليدها إليكم، وفي كل سنة ينفطر ركني في ذكرى ولادته الشريفة. نعم يا قبلتنا، صدقنا بكتابنا وآمنا برسولنا وتولينا إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام.